لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما شيطان. هم خلوك من حضن أنت وأخوك غصب وفترة، ما عرفتش عنهم أي حاجة. هو ده بقى غلط. أنا لما أقول أسبوعين يعني أسبوعين. طب أنا هحكي لك بعد ما اسمعيني يا بنت لولية، ما دام إجيتي وقعدتي هون حد أمي ما إلك دخل أبدا أهل هالبلد. كل أمالي راحت بسبب الفساد والوساطة اللي في البلد. يلا بينا نروح بلد كلها يا الآن. فين مولانا؟ يوم ما اختار واحدة تكون واحدة متكسرة ولا متبرجة ولا متفرجة وتكون جارية تحت قدمي.